باش فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي. نهدي هذه الهدية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونريد منه الشفاء العاجل، ونقول للمنتخب الكندي المغرب لا زالت باقي في كأس العالم، انتظرونا. الفرحة فرحة عارمة من كل بقاع المغرب من طنجة إلى القويرة. الحمد لله كلشي فرحانين، كلشي المغاربه اللي على برا واللي لداخل كلشي فرحانين. الحمد لله مبروك علينا الفوز للمنتخب المغربي. ديما المغرب وي وي وي. الحمد لله اليوم الفوز. الحمد لله نتيجه مشرفه، واللعابه داروا المجهودات ديالهم، وديما المغرب. فرحت بزاف نداروا هاد جوج بيوت، وفرحت لهم بزاف وقلت سلاو سلام وعجبوني. اول مره تنتفرج، ولكن داوها ديما مغرب ديما. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.